الحدث التاريخي المدوي الذي شهدته اسكتلندا والمملكة المتحدة البريطانية اليوم كانت له ردود فعل عديدة. يورونيوز التقت في لندن عددا من رجال السياسة والخبراء البريطانيين، بينهم النائب ليام فوكس عضو حزب المحافظين ووزير الدفاع السابق. أظهرت اسكتلندا نفسها كملتزمة جدا ديمقراطيا، وهذا أمر صحي، وإن قامت الأحزاب في اسكتلندا بدورها البناء فإنها لن تحتاج للانقسام أو لتبادل الاتهامات أو للشعور بالمرارة. هذا هو دوما الخطر الناتج عن استفتاء من هذا النوع، لكن أريد أن أقول إنه رغم التقارير التي وصلت، وكنت أنا في غلاسكو أمس، لم أجد هذا المستوى من العداء أو المرارة. النائب الأوروبي زعيم حزب الاستقلال المتطرف نايجل فراج دافع عن إنجلترا واعتبرها منسية، وتحتاج كاسكتلندا لاتخاذ قراراتها الخاصة بشكل منفصل عن بقية المملكة. السيد كاميرون كان مسرورا هذا الصباح لأن الوحدة تمت المحافظة عليها، لكنه قلق بشأن إنجلترا. أمضينا سنين ونحن نتحدث عن اسكتلندا، لكن اليوم نتحدث عن إنجلترا التي عملت بشكل سيء خلال طرح مسألة اللامركزية طيلة السنوات 18 الماضية. فيرنون بوغدانور الخبير في شؤون الدستور والأستاذ الجامعي له رأي آخر. بدلا من ارتجال دستور، حان الوقت لكي نحذو حذو بقية الديمقراطيات والحصول على دستور خاص مكتوب ربما عام 2015 الذي سيحتفل خلاله بالذكرى 8 بعد 100 للميثاق الكبير سيكون نقطة هامة. وعود لندن بإعطاء دول المملكة الأربع صلاحيات أكبر ستكون من مهام الحكومة الجديدة بعد الانتخابات المقررة العام المقبل.